يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات. الله أكبر. لا